يسوي راح يسعف شيء. صوري خالتك هم بينقذون الناس ما يقدرون. ترى ننفجر خالتي يجيك الكبده والله نجيك الصب داري ولا لا يا ناصر؟ يا اخي يا ناصر لا راح يا خالتك بيجي خلاص. ارسل ما عليك ان شاء الله. اي بروح ينقذون الرجال الرجال وي لا ينفجر النفق فيكم يا ولد. وخر عن النار هج عن النار ما يقوى. شوف جابه هالهواء. اسمع 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 ودك ما حد يمشي فوق يا شيخ. نفتح دريشك خالد نافل عزيز من عندك خالد. هو يبي ينفجر ذا شو احترقت كفراته يا عبيد. قال لك بينفجر الحين يا خالد اصرح يا اخي لا متر علينا تكفى. ما يدرون شلون ينقذونه الحين دخان ذا. لا طالع الرجال ما طلع الا طالع مغمى عليه عبيد. شوفوا وين هو. شوفه مغمى عليه. شوفوا مكسور تند. وين هو مغمى عليه؟ لا احد يروح تحت النفقين في الجنازه. لا اله انا موجودين. كثرة الدخان عبيد. ايه ترى البنزين ذي بني يعني وش. السيارات. بنزين ذا وش. تصدق المرة دخل مهبول. مهبول اللي دخل ذا يمكن الحين بلاش بروح يا خالد فيديو انا تكفى خلاص يزيد تصوير يا خالد. وانا تجي بمسك يا اخي روح بس. روح. خلنا نشوف ما بلمكم رجال. تريله هي. تريله. محمله. الله اكبر. شوف 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 وصلت النار هنا. شوف جت جت شوف جت هنا. شوف جت تنفجر. جت النار هنا يا خالد. جت جت ترى جاكم النار هنا. ترى الزفل تعالك تراو الزفل يمشي الزفل ترى والله. شوف مشى شوف مشى ناطر خالد. شوف شلون مشيوا خالد. شوف المشي جاء عارف انا. شوف الزفل يمشي ترى. هذا صديقهم شوف الباكستاني. ايوه عرفوه عرفوه يا عبيد الباكستاني. ما مات اي هو مات والله يا خالد. ناظر بسم الله جت منه شفاه منا. اي والله شوف الزفلت يمشي يا ناصر. خلنا بقى نصحهم يخرعون عن الزفلت. يمشي الزفلت يمشي الزفلت يا اخي. حنا وشبيبه طيب بدنا لا ولا لا فوق خلنا نصحهم. راح ما يدرون يا اخي يموتون الحين الناس كلها والله تموت كلها. راح راح خالص يجي دم.